بعد انتشار أوميكرون، وزارة الأوقاف تتخذ قرارا حاسما بخصوص إغلاق المساجد. سارعت مندوبية الشؤون الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى فرض إجراءات احترازية صارمة جراء ارتفاع إصابات أوميكرون المهول، داعية أئمة المساجد والقائمين عليها إلى عدم التراخي في فرض البروتوكول الصحي لإعادة فتح المساجد. وهمت الوزارة بتعميم مذكرة رسمية تدعو فيها القيمين الدينيين في مساجد المملكة إلى ضرورة تفعيل التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء. ومنعت هذه المذكرة الرسمية التي بعث بها المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بإقليم مديونة إلى القيمين الدينيين للمساجد فتح المساجد في أي وقت، داعية إياهم إلى فتحها في وجه المصلين قبل 15 دقيقة من إقامة الصلوات الخمس و30 دقيقة قبل إقامة صلاة الجمعة. كما منعت على المصلين قراءة الحزب في المساجد، موضحة أن تلاوته ستقتصر على القيمين الدينيين من دون حضور المصلين وبعد إغلاق المساجد. وطالبت المذكرة القيمين على المساجد بإعادة تحديد مواقع الصلاة للمصلين لاحترام مسافة الأمان بينهم، وتذكير المصلين قبل كل صلاة بضرورة احترام الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الجسدي. وفي ذات السياق، ألزمت تعليمات مندوبية الشؤون الإسلامية القيمين الدينيين بتذكير المصلين في المساجد بضرورة ارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة داخل المسجد واستعمال السجادات الخاصة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.